قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل، ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات، وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة من، أو عقوبتهما سواء. على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر إنكم هكذا معمر عندي هكذا معمر قال والزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قولي إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء وذهب الحكم ابن عتيبة وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا حدا مقدرا فكان فيه التعزير كاكل الميته والدم ولحم الخنزير قالوا ولانه وطء في محل لا تشتهيه الطباع بل ركبها الله تعالى على النفره من حتى الحيوان البهيم فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره قالوا ولانه لا يسمى زانيا لغه ولا شرعا ولا عرفا فلا يدخل في النصوص الداله على حد الزانيين قالوا: وقد رأينا في قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع منها طبعيًا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها، إنه هكذا تقاضيها. طيب، جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها، ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر. دون اكل الميته والدم ولحم الخنزير على كل الصحابه مجمعون على قتل اللوطي الذي ياتي الرجال او يؤتى من الرجال هذا وهذا الفاعل والمفعول فانه يقتل لكن اختلفوا كيف يقتل نعم هذا سياتي معنا ان شاء الله